السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا مستمعينا الكرام، وصبحكم الله بكل خير في حلقة جديدة من برنامجكم الصباح رباح. هذه الحلقة حافلة بالإنجازات والتميز، بنرافقكم فيها على مدار ساعة من الحين، وبدايتنا خلونا نتعرف على أهم العناوين. إسيسكو تدرج 3 مواقع قطرية في قائمة تراثها. براءة اختراع أمريكية حول اكتشاف الانتباه البصري لأطفال التوحد. ومن ضمن فقرات اليوم متابعينا الكرام، تتابعون أيضا مهارة إدارة الوقت، فوائدها وطرق تطبيقها. من حول العالم، الزهايمر يهدد الصحة العامة في الصين. بعد ما تعرفنا على عناوين الحلقة مشاهدينا الكرام، خلونا نتعرف على سؤالنا التفاعلي لليوم. شاركنا تجربتك حول إدارة الوقت، راح نستعرض فيها مشاهدينا الكرام مشاركاتكم الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الريان، واللي أكيد من خلالها أيضا تقدرون تتواصلون معنا لأي اقتراح، أو من خلال إيميل البرنامج، أو من خلال هاشتاج برنامج الصباح رباح. لكن الحين خلونا نتعرف على النشرة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم. للمزيد عن حالة الطقس تنضم إلينا عبر الهاتف لينا محمد، المتنبئ الجوي من إدارة الأرصاد الجوية. صبحت الله بالخير أختي لينا. صباح النور يا هلا. كيف أصبحتي مع الطقس اليوم؟ الحمد لله. خلنا نعرف مشاهدينا عن حالة الطقس لليوم بشكل عام. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم كل خير. في البداية يوجد تحوير داخل البحر برياح قوية متوقعة وأمواج عالية. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم حار نهارا مع بعض السحب وغبار خفيف أحيانا، رياح غالبها شمالية غربية من 7 إلى 17 درجة حرارة. متوقعينها اليوم في مدينة الدوحة 40 درجة مئوية، وأثناها ليلا 31 درجة مئوية. ارتفاع الموج من 3 إلى 5 قدم، ويرتفع إلى 8 أقدام. أما بالنسبة لحالة الطقس غدا الأربعاء، يوجد تحوير داخل البحر برياح قوية متوقعة وأمواج عالية في البداية. الطقس غبار عالق على بعض المناطق في البداية، ويصبح حار نهارا. الرياح أغلبها شمالية غربية من 5 إلى 15 أقدى، مع غبات تصل إلى 22 أقدى على بعض المناطق نهارا. ارتفاع الموج بيكون من 3 إلى 5 قدم، ويرتفع إلى 7 أقدام في البداية. هذا والعم عند الله، مع تحيات الهيئة العامة للطيران المدني إدارة الأرصاد الجوية. شكرا المتنبئ الجوي لينا محمد من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.
والحين إلى جولتنا المعتادة بين صفحات جرائدنا الصادرة لهذا اليوم وأبرز ما جاء فيها من أخبار مع زميلتنا فوزية عمر. نبدأ الجولة بالصحيفة الشرق. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يخاطب الجلسة الافتتاحية للأمم المتحدة اليوم. خطاب صاحب السمو يتناول ثوابت سياسة الدولة وموقفها من القضايا الراهنة. كورونا والمناخ يتصدران قضايا الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزارة التعليم والتعليم العالي تطلق حملة العودة للمدارس اليوم تحت شعار بالعلم نبني قطر. ربط إلكتروني بين المرور وإشغال. العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور إنهاء إجراءات حوادث المرور خلال يوم واحد في حال تسببت في تلف ممتلكات الدولة. كتارة ترفد الساحة الفنية بثلاثة معارض تشكيلية تهتم بنشر الوعي البيئي وتعكس تجارب معاصرة زاخرة بالتنوع. ننتقل إلى صحيفة الراية. وزارة الصحة العامة تعقد الجزء الأول من امتحان شهادة التخصصات الطبية القطرية للمرة الأولى في قطر، حيث تقدم للامتحان 148 طبيباً مقيماً يتبعون ل13 برنامجاً تدريبياً في مختلف التخصصات الطبية. تطبيق المرحلة الثانية من العودة التدريجية للحرم الجامعي بجامعة قطر الأحد، والتي تشمل الطلبة المسجلين في مقررات البكالوريوس. مريم الشيب مدير إدارة التدريب المهني بمركز الشفلاح، توظيف 26 من منتسبي المركز بالوزارات ومؤسسات الدولة. معرض بين العلم والفن، رحلة تطور الكاميرا وبدايات التصوير انطلق أمس بالمكتبة الوطنية ويستمر حتى 30 من ديسمبر. إلى صحيفة العرب. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفل باليوم الدولي للسلام، نوهت بضرورة توقف العالم عن النزاعات حتى يواجه كورونا. الجمعية القطرية للسرطان تدشن مسابقة فديتكم التي تشجع الأطفال على نمط الحياة الصحية. الدكتورة عايشة العماري مساعد عميد كلية القانون في جامعة قطر، ارتفاع نسبة الطلبة القطريين بالكلية إلى 84% في البكالوريوس و 79% في الدراسات العليا. وزارة التجارة والصناعة تطالب بالحفاظ على المواد التموينية والأعلاف وعدم التصرف فيها بالبيع أو المقايضة أو التبرع، غرامة 500,000 ريال أو الحبس لمدة سنة عقوبات المخالفين. إلى صحيفة الوطن. سدرة للطب يشجع على التبرع بالدم لعلاج الأطفال المصابين بالأمراض. ورشة الأيدي الناطقة نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تزامناً مع اليوم العالمي للصم. مؤسسة حمد الطبية تشارك في إحياء اليوم العالمي للزهايمر. الدكتورة هناد الحمد قائد أولوية شيخوخة صحية في الاستراتيجية الوطنية للصحة بدولة قطر، تطور كبير في الوعي بالزهايمر. 1440 عمود إنارة تجميلية تبدأ إشغال في تركيبها على كورنيش الدوحة. نختم الجولة بالصحيفة لوسيل. شراكة بين مؤسسة صلتك ومؤسسة بيل وميليندا جيتس بهدف توفير مزيداً من الفرص الاقتصادية والاجتماعية للشباب العاطلين عن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. معرض ابني بيتك يفتتح أعماله بمشاركة 150 شركة ويستعرض أحدث التطورات التكنولوجية في وسائل البناء المستدامة. كتارا تبعث برسائل لحماية البيئة من معرض بحار البلاستيك. استخدام الهواتف الذكية يسبب جفاف العين بحسب دراسة بحثية أجراها عدد من طالبات قسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية بجامعة قطر.
وفي إنجاز آخر من إنجازات دولتنا ويحسب لدولتنا الحبيبة قطر، حصل عدد من الدكاترة والأساتذة المساعدين في كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة على براءة اختراع أمريكية حول اكتشاف الانتباه البصري للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد باستخدام خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. للمزيد حول هذا الإنجاز يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة دينا ألثاني، أستاذ مساعد بكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة. صباحك الله بالخير دكتورة دينا. أهلا، صباح الخير. في البداية دكتورة حابين نعرف ما هي أهمية حصولكم على براءة هذا الاختراع الأمريكي؟ أولا شكرا جزيلا على الاستضافة. أهمية الحصول على أي براءة اختراع هي جزء من منظومة لحماية الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع تعني أن التكنولوجيا أو الفكرة جاهزة للمرحلة المتقدمة من البحث العلمي، أي هي مرحلة الجاهزية لنقل البحث من المعمل إلى العالم الحقيقي، إلى خارج المعمل، إلى التطبيق والتصنيع. طبعا هذا المشروع حصل على براءة الاختراع الأمريكية وبات مسجلا باسم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويمكن تسخيره لخدمة العملية التعليمية سواء كانت عن بعد أو في الفصل لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وبالأخص التوحد في استكشاف طريقة انتباههم وجذبهم أكثر للمواد التعليمية المقدمة لهم. جميل دكتورة، حابين ناخذ فكرة عن البحث اللي حصلتوا من خلاله على براءة الاختراع وما هو أبرز ما يميزه؟ نعم، كان الهدف من المشاركة هو قياس انتباه أطفال ضيف التوحد عند التعلم، حيث أنه من المتعارف عليه سواء علميا أو من خلال الممارسة العملية أنه من الصعب جدا معرفة ما إذا كان الطفل التوحد منتبه أو لا، وخصوصا إذا كان أول مرة يتعامل مع المدرس، فجدا صعب على المدرس معرفة ما هي الطرق التي ينتبه بها الطفل، ولكن هذا لا يعني أن الطفل لا يعطي انتباها، حيث أثبتت الدراسات البحثية الحديثة أن أطفال التوحد ينتبهون بطريقة تختلف عن أقرانهم، وأيضا قد يميل الطفل إلى التركيز على المعلومات غير الصلة والمعلومات الهامشية، ويمكن بسهولة أن يتشتت انتباهه. ولذلك أردنا في بحثنا هذا استكشاف طريقة تساعد المعلم وولي الأمر معرفة ما إذا كان طفل التوحد يعطي انتباه للمعلومة التي تقدم إليه وكيف، وتساعد أيضا هذه الطريقة التي تعتمد على الكاميرا المتواجدة في جميع أجهزة الحوسبة اليوم والهواتف الذكية المعلمين والمدرسين على التنبؤ بشكل أفضل ما إذا كان طفل التوحد يعطي انتباها، وما هي المادة، وبالتالي كيف نوجه المادة التعليمية له، كما يساعد أيضا على معرفة التغيرات الملحوظة في تعابير الوجه وحركة العين التي تؤشر لدينا بأن الطفل يعطي انتباها، وبالتالي يمكننا أن نقدم له المادة التعليمية. نعم، المدة الزمنية اللي استغرقها هذا العمل في البحث وما الذي سيقدمه للمصابين بطيف التوحد دكتورة؟ طبعا المدة الزمنية هذا بحث بدأ من يعني نهاية 2016 بداية 2017، البحث لا يزال مستمر، وهذه براءة الاختراع هذه هي واحدة من مخرجات هذا البحث. البحث يتكون من فريق من مجموعة بحثية كبيرة أعمل فيها أنا وأيضا الدكتورة بلقيس بنير وهي باحث معنا في الجامعة، والدكتورة مروة قراقع وهي أستاذ مساعد معنا في الجامعة، والدكتور بلال منصور وهو أستاذ مشارك في جامعة تكساس إيندم. فهذا البحث هو شراكة بيننا وبين هؤلاء الباحثين. طبعا البحث أيضا شارك فيه جهات عدة ودعمنا فيه أيضا أولياء أمور أطفال التوحد ومدارس مثل مدرسة ستيب باي ستيب. طبعا البحث هذا هو يعد من التدخلات التكنولوجية في التعليم
للأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد. ما هو الهدف منه؟ والهدف هو قياس انتباه طفل التوحد في العملية التعليمية. فبالتالي الهدف الأسمى والأكبر هو دمج أطفال التوحد في العملية التعليمية والمساعدة في دمجهم بالتكنولوجيات الحديثة المتواجدة. دكتورة، المراحل اللي مريتوا فيها على حصولكم على براءة هذا الاختراع؟ طبعا مثل ما قلت احنا يعني كنا نشتغل على هالمشروع لمدة سنوات، بس يعني في بداية 2019 بدأت عندنا نتائج إيجابية، وبدأنا نشوف أن اللي حصلنا عليه ما في حد في العالم فكر فيه أو حتى حصل عليه، النتيجة البحثية. فمن هنا يعني استشرنا طبعا القائمين على مكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة في مؤسسة قطر، وطبعا بدورهم مشكورين ساعدونا ووجهونا في خطوات براءة الاختراع. طبعا خطوات براءة اختراع شوية طويلة، تتضمن طبعا أول شيء أن احنا نقدم الوصف الكامل لها الخوارزمية اللي صممناها، وأيضا النتائج، وبعدين ندخل في مراحل المراجعات العملية والعلمية والتقنية من الجهات التي تقدم براءة الاختراع. جميل جدا. دكتورة، كلمة أخيرة حابة توجهينها من خلال شاشة قناة الريان. طبعا حابة أشكر كل الداعمين لنا في مشاريعنا في مجموعتنا البحثية، وبالأخص الصندوق القطري للبحث العلمي، مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة. هؤلاء المؤسسات دعمونا كثير سواء ماديا أو لوجستيا في أبحاثنا. وطبعا أريد أن أخص بالذكر مركز الشفلح ومؤسسة العمل الاجتماعي وأولياء الأمور في دعمنا في جميع التجارب التي نجريها في مشاريعنا. وحابة طبعا أقدم الشكر لكم على تغطيتكم للمواضيع العلمية والإنجازات العلمية في قطر. شكرا جزيلا. وكل الشكر لك دكتورة دينا ألثاني، أستاذ مساعد بكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة. وفي إنجاز آخر، أعلنت متاحف قطر عن انضمام 3 مواقع تراثية قطرية إلى قائمة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو. نشاهد. أعلنت متاحف قطر عن انضمام 3 مواقع تراثية قطرية إلى قائمة الإسيسكو للتراث في العالم الإسلامي. جاء هذا الاعتماد خلال الاجتماع 9 للجنة التراث لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، التي سجلت 97 موقعاً تاريخياً وعنصراً ثقافياً جديداً على قائمة الإسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، من بينها 3 مواقع قطرية أثرية، وهي قلعة أريكيات وأبراج برزان وبيت الخليفي. وتنضم هذه المواقع الأثرية إلى قائمة المواقع القطرية الأخرى والتي سبق أن تم إضافتها إلى لائحة التراث في العالم الإسلامي في ديسمبر 2019، وهي قلعة الزبارة وموقع الجساسية والقصر القديم قصر الشيخ عبد الله بن جاسم بمتحف قطر الوطني ومسجد أرويست. هذا الإنجاز الجديد الذي يحسب لصالح متاحف قطر يساهم في التعريف بالتراث الثقافي القطري الغني على مستوى العالم، ويعزز مفهوم السياحة الثقافية في البلاد ويبرز أهميتها. ونبارك لهم هذا الإنجاز باكتشاف هذه المواقع الثرية والأثرية، منها طلعت الأركيات ومنها المتاحف الثلاثة الموجودة، أبراج برزان وبيت الخليفي. إلى أخبار العالم، نقوش صخرية تروي يوميات بشر تعاقبوا على أرض جيبوتي قبل آلاف السنين، نتابع هذا الشيء معاكم. للوهلة الأولى يخيل للمرء أنه أمام تلة سوداء عادية مؤلفة من كتل بازلت، إلى أن تظهر نقوش لزرافات ونعام وظباء حفرت على صخور الموقع الضخم قبل ما يصل إلى 7000 عام. تصنف أبورما في شمال جيبوتي من أهم مواقع الفن الصخري،
في منطقة القرن الإفريقية الزاخرة بالتراث الأثري، وتعرف بأنها مهد البشرية. ولمسافة تقرب من 3 كيلومترات يمكن رؤية حوالي 900 لوح تظهر عليها نقوش مختلفة لصيادين وحيوانات من أجناس عدة. وقد حفر البشر ما قبل التاريخ بحجر الصوان مشاهد من يومياتهم، وثقوا فيها البدء برعاية المواشي والاضطرابات المناخية الكبيرة. هذه الحيوانات البرية، وهي من أبرز الكائنات التي تعيش في السهوب المزروعة بالأشجار، لم تعد موجودة في جيبوتي البلد الصحراوي حيث تندر المياه والمساحات الخضراء منذ آلاف السنين. ومن جيبوتي إلى أمريكا تجتاز أعدادا كبيرة من الحيتان الحدباء الآلاف من الكيلومترات من في المياه الحارة في أمريكا الوسطى سنويا للمجيء إلى سينو باينا في أقاصي جنوب باتاغونيا التشيلية بحثا عن المأكل، حيث تسجل هذه المنطقة المسمى مضيق الحيتان البحري أحد أعلى معدلات تكاثر الحياة البحرية في العالم، غير أن الاختلالات المناخية قد تهز هذا التوازن الهش، وقد أدى ذوبان المجلدات وزيادة المتساقطات في المنطقة إلى ارتفاع مستوى المياه العذبة، ويحمل هذا التحول تبعات خطيرة على الحيتان، لأن تغير تركيبة الماء قد يعني زوال العوالق التي تقتات عليها. فقرات مواضيع الصباح رباح مستمرة معكم مشاهدينا الكرام، من بعد الفاصل خلكم معنا. تبلغ درجة غليان الماء 100 درجة مئوية وتعادل 212 درجة فهرنهايت، وهي درجة الحرارة التي تكتسبها جميع ذرات الماء وتبدأ من خلالها في التحول من الوضع السائل إلى الوضع الغازي فيتبخر حتى آخر جزء منه. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا مستمعينا الكرام من جديد. العديد من الآراء ترجح أن ذكاء الطفل يبدأ وهو جنين، الأمر اللي يشكل هاجس لدى الكثير من الأمهات لعدم تعرضهن لأي مشاكل خلال فترة الحمل وخلال الولادة وحتى ما بعد الولادة. للتعرف أكثر عن هذا الموضوع يسرنا استضافة السيدة فايزة النعيمي، مدرب معتمد في الإدارة والتنمية البشرية. صباحك الله بالخير أستاذة فايزة. يا هلا ويا مرحبا بش حياتي. حياك الله معنا في برنامج الصباح رباح. اليوم الموضوع جدا شيق، خاصة اللي يختص بذكاء الطفل. في البداية أستاذي العزيزة حابين نتكلم عن فطرة الأمومة والرغبة الملحة في أطفال سليمين ذهنيا وعقليا. الموضوع يعني صراحة أنا مشتاقة أن أتكلم فيه، لأن صراحة في عندي حرقة شوية في أن قلة المعلومات. يعني أنا ما لوم الأمهات، والسبب أن التعليم، يعني إحنا أنا المعلومات اللي اتخذت دراسة، يعني في شيء اسمه علم نفس النمو. علم نفس النمو هاي مهم جدا أنه يدرس في الثانوية والجامعة. نعم. شنو يعني علم نفس النمو؟ يعلمنا الجنين شلون يتكون والجنين شلون ينمو ودور الأم في أنها تحافظ على جنينها. يعني كلنا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا أن اللي يبي تزوج تخيروا لنطفك، فإن العرق يعني أنت يا زوجة اللي اختاري العائلة اللي أنت ترتاحين معها وتعرفين تنمين ذكاءات طفلك مع هاي العائلة. والزوج نفس الشيء، لما الإنسان يختار لازم تختار اختيار صح. أحياناً المشكلة تكون أن الأم تختار حق ابنها، والابن يكون هو مخطط يختار حق نفسه، فتصير الطلاقات. فهذه تصير المصيبة مع من؟ لما تحمل المرأة وتجيب الجنين. فهاي الطلاقات هي سببها العائلة. لازم إحنا نختار ونحمل المسؤول. فعساس شي قلنا لازم الإنسان لما يتزوج يكون فيه تدريب،
نعم. إيه وقت الخطبة أو الملكة أو دي يكون في تهيئة. ليش تهيئة؟ لأن أنتوا أسرة، المجتمع أسر. نعم، وبكرة يكونوا مسؤولين عن جيل. يعني أنا أسر عندي مطلقة، أسر منفصلة، أطفال، يعني إحنا أنا دمرت المجتمع. لازم يعني إحساس المسؤولية إن هاي الأطفال عقول المجتمع. نعم. يعني فإحنا نفهم وبعدين لما نتكلم الحين عن نقطة الطفل. نعم. أنا الحين حملت ويب طفلي، الحالة النفسية أركز، الحالة النفسية اللي أنا فيها تنتقل للطفل. نعم. يعني أنا خايفة، أنا متوترة، أنا زعلانة، عندي مشاكل. لا تحملين طفلك كل، يعني لازم يكون أنت مدرب مهيئة أن تعرفين أن الحياة هذه أنت عايشتها عشان تعيشين سعيدة. نعم، وفي فترة الحمل أستاذتي العزيزة لازم تكون، لازم تتجاوزين ولازم سعيدة، سعيد، ولازم تقرين قرآن. إذا لقيت المشكلة عود، لأن الله يقول لك في قرآن سيكفيكهم الله، يعني في وأن الله، يعني تمسكي بالدين وبالقرآن اللي يحميك، هو حماية، أحفظ الله يحفظ. فالمفروض ان احنا من البداية، هاي احنا نتكلم من البداية قبل لا نجيب الأطفال، يعني طور الجنين لازم قبل. نعم. دي انا اكون مستعدة اني اجيب اسرة وانا اتحمل مسؤولية ان هاي الاسرة هي اللي بتبني المجتمع. نعم. يعني لازم يكون عندي نية ان طفلي عبقري وبينفعني، بينفع مجتمعه، وبعدين بيكون لي انا يوم القيامة، يعني لما حفظ القرآن بيلبسوني انا التاج. نعم. تاج اللي يعني انا بتوج ان الام اللي ربت، فاحنا نركز في الفهد. إذا خلاص أنا حملت وأنا كنت مهتمة، تبتدي مرحلة الرضاعة. نعم. هاي الرضاعة هاي الحين في هاي الزمن أنا ودي أحط على الأمهات اللي ما ترى. أستاذتي العزيزة لازم الواحد يكون إيجابي في هاي الشيء. إيه؟ هاي الرضاعة ليش أنا أركز لازم على الرضاعة؟ لازم يعون بهاي الشيء. إيه؟ الرضاعة درسوها في الأجانب إنه يعني حطوا مقارنة في علم النفس الأطفال اللي راضعين واللي ما رضعوا. نعم. شو الفرق بينهم؟ الذكاء. نعم. الذكاء والصحة البدنية، يعني المناعة. أنت لما ترضعين طفلك تأكدي أن أنت تعطينا مناعة عن الأمراض. صح. هو ليش يعني يا الله حط الحليب؟ هو أصلا في بناء الجسم، وبعدين لما تبين ولد حليبك يختلف عن لما أنت تبين بنت. نعم. هاي نقطة مهمة جدا. وأنت لو قلتي أنا مريضة أنا ما أقدر، الرسول أيام الصحابة يعني أيام بداية الدي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحط لهم مرضعات، يقول لهم من أحسن الدي يوم البادية ويودونهم وين طريقة ما بقول الألمانية هاي وولدورف. المهم ان الحياه البريه. نعم. يعني يطلعون برا. ليش؟ عشان الانفتاح. يعني الطفل انت جبتيه لازم ترضعينه طبيعي ويعيش الطبيعه. شنو يعني يعيش الطبيعه؟ يعني يعيش مع البيئه اللي هو عايش فيه. الحين اللي يحطونهم الايباد وهو صغير بسنة وسنتين، صح؟ تعطينا التلفونات ويصيرهم الأمراض اللي الحين هالعصر شفناها. شنو الأمراض العصر اللي يصيد الأطفال؟ التوحد من ضمنها، الهايبر، عدم التركيز. أيوة. التشدد، الكهرباء العالية، فرط حركة. أيوة. هاي كهرباء يسموها. شنو فرط؟ يعني ما عند، يعني أنا اشتغلت مع الروضات، يعني ياني طفل كان عنده فرط حركة وتشدد. السبب تعالي هي يا يما أنتي، تعالي أمة، بالأيباد. هي تشتغل وأبو يشتغل وهو محطوط فيها البيت أو الشقة ومع الخدامة ويلعب فيها الأيباد. نعم. زين، هذه أثر لأن الصورة اللي يشوفها، الصوفة دائما صور اللعبات شنو سريعة يروح ينط وذي، فهو يستمتع. إذا سكروا عنه هو يقعد يبي ينط مثل الحركة اللي موجودة. نعم. يعني ما عنده تركيز. زين، شو العلاج؟ الحين عرفنا. وهي أثر أستاذتي العزيزة على الذكاء؟ 100%. ما في ذكاء. شنو ذكاء؟ هو ما يقدر يركز. ذكاء ما نقول مثل ذكاء الماكينة أو ذكاء الآلة. يعني تبينه يقعد عشان يقرأ هالكلمة هو يكتب، ما يقدر، ما يعرف. صحيح. ما عنده يعني ما عنده القدرة على الكنترول أو أيوة. السيطرة على نفسه. زين، الحين خلنا نسحب الطاقة منه. هاي تجربة أنا سويتها ونجحت، وهاي أبي كل أم الحين عندها الايباد سنتين ثلاث حاولي قدر الامكان منعيه عنها. خلي تشوف الحروف شلون يتكلم، النطق، الكلمات. بس هذه شو تخلص من هاي الطاقه؟ تخلصي منها وديه الحديقه، وديه البحر، المتنزهات. أيوة. وديه عطي له حيوانات. الحيوانات مفيده جدا، يعني لما يشوف عصافير، يشوف الزرع، القطط. القطط، ويشوف الطيور، يشوف الدياي، الدجاج، يعني ليه. نعم. ويشوف وبعدين الطين مفيد جدا ان الطفل يلعب في الطين،
يلعب في الماء، يسحب طاقته. والزرع علمي، حطي له قطن أي شيء يزرع، خلي يشوف الأشياء تنبت شوي شوي، ما في شيء يطير ويستوي في دقيقة، ما في حاجة تنجز لنا في هذه، بتسحب الطاقة بعدين يبتدي الطفل شوي شوي. يعني هو يبي له صبر، يعني أنت لازم تصبري. نعم، مثل ما قلتي في البداية، التعليم مش إن التعليم الدراسي أو الشهادات الجامعية اللي حاصل عليها الأب والأم، الأم هي الوعي بالشيء. أيوة، إحنا نقول دائما إن الواحد يكون واعي بالشيء، إن والصبر على أساس يفيد. نعم، والصبر يفيد على الطفل، عيالهم بكرة، هاي الطفل بكرة هو نشء المستقبل. أيوة، هو اللي بيبني البلاد، هو اللي بيبني الأسرة قبل حتى البلاد وقبل حتى الشغل نفسه. ما هذا هي. نعم، والذكاء، وإحنا لازم نفهم إن ذكاء الطفل، انت لا تقولين ان ولدي ما يفهم او ولدك يفهم، انت اللي ما تفهمين. دور الذكاء استاذتي العزيزه شلون يكون في البدايه؟ ايوه، في البدايه الحين احنا يبنى الطفل وسليم وانا حافظت عليه ونفسيتي حلوه وكنت اهتم باكل التمر، ركزي التمر، لان ربي العالمين يوم قال حق مريم هزي إليه، ليش؟ لقوا التمر فيه فيتامينات تسهل، تعطي ذكاءات فيتامينات وتسهل الولد وتخلي الولد، لأن في أحيانا مشاكل الولادة تأثر العملية القيصرية وفي بعض المشاكل تأثر على سحب الطفل، يأثر على فالتمر يخلي الولادة سهلة. نعم، فأنت ركزي على الغذاء الصحي. نعم، بعدين إني على أن الحين أنا عندي ولدي وخلاص وأنا أوكي، الحين أبي أشوف ذكاءاته، شنو العلم اللي أنا أبتدي أعلمه على أساس أرفع مستوى ذكاء، أسويه عبقري. هو عبقري بس لازم تحطي فيه معلومات. نعم، إيه شنو المعلومات اللي أنا أحطها في مخه؟ أول شيء ما خربط له اللغة. شنو يعني ما خربط اللغة؟ يعني ما الهوية. تكلم إيه، أنا أتكلم لغة والخدام تتكلم لغة والسايق يتكلم لغة والأم، يعني أنا لغتي إنجليزية والخدام لغته مكسرة والسايق هندي وعدي واليد لها لغة، تشتت اللغة يضيع الطفل. نعم، إيه يعني نركز على إنزين شنو شعلمة؟ أنت تعلمي القرآن، تعلمي تقرين القرآن وحفظي وشوف العبقرية اللي بتطلع. نعم، الطفل من متى ابتدي وين هو في بطن امك انت حافظه، يعني انت وقاعده في بطنك وانت حامل انت قري القران، الطفل يسمع، الطفل يحس. ليش اقول لك انت لا تصير زعلان؟ لانه يحس بمشاعرك. لما تكون انت حزين وزعلان ومكتئبه ما يطلع ولدك نفس اللي لما تكون سعيده ومبسوط، كل الغدد اللي انت تفرزين. شوفي انت لما تكونين تعبانه في الامتحان وخايفه ما تحسين قلبك يطق وتعرق يد والمعلومات تطير وبعدين تصيرين حزين لان قلت التركيز. ايوه طبعا. لا، والخوف، الخوف يعني انا اركز على كلمه الخوف. نعم، لا تخافين. نعم، القران يقولون لا خوف عليهم ولا هم يحزن. نعم، يا انت شجعي نفسك بانك لا تخافين. نعم، كوني قويه وربي طفل قوي ذكي بأنك أنت تقوي بالقرآن وعلمي. نعم، أول ما يحفظ القرآن الولد عندك عبقري. أستاذة فايزة، ذكرتي أو طرحتي فكرة حاضنات قطريات. أيوة، كلمينا عن هالموضوع. الموضوع هذه الحاضنات أنا حبيته، أن أنت أنا عارفة أن الضغط على الأم لازم تشتغل ولازم بيروح عند يعني مربية أو بيدخلونا عند حد يعني، فأنا الحاضنات، ليش الحاضنات القطريات؟ هاي مهم، هاي يبني جيل أو الحفاظ على الهوية. أيوة. نعم، لما أنا أجيب أم هي المتقاعدات الحين، الحين وايد متقاعدات مثلي، الحين انا بتقاعد خلاص تقاعدت الحين في هالعمر هذه، لازم انا اكون كلنا مسؤولين، لان هاي يعني احنا مسؤولين عن الاجيال اللي جايه، بناتنا اللي يابها الذي مو بقادرين يشتغلون، الابو يشتغل الام، الحاضنه هذه حمايه كل مجتمع للعادات والتقاليد. اولا بتعلم القران. نعم، وهي متعلمه، بعدين العادات والتقاليد، بعدين الحب، اهم شيء الحب، حب انه يشوف انسان يتكلم بنفس لهجته. نعم، بنفس، وبعدين بتكون من نفس البيئه، من كل منطقه، كل المتقاعدين في هاي المنطقه عندنا احنا حاضنات يعني بيحتوون كل الطلاب الاطفال الصغار. نعم، انهم يربونهم على انهم يعيشون الحياه الطبيعيه، الحياه اللي ما فيها الايبادات. نعم، فيها الكلام القطري، فيها القران. نعم، فيها لازم تكون في هاي يعني الحاضنه فيها حيوانات، فيها زرع، فيها حب، يعني يحس ان هاي بيته. نعم، يعيش بطريقه
فيها أريحية وراحة أنه ينمو صحيا. نعم، هذه كانت من ضمن الأسر المنتجة صحيح؟ يعني ممكن إيه، يعني هي فكرة أن الأسرة لازم المجتمع يتعاون ويا، يعني كل مجتمع لازم يكون في روضة، الروضة هذه بالنسبة حق المتقاعدين بتكون هي البؤرة الناجحة اللي تربي الأجيال يبتعدون فيها عن يعني وجودهم مع الخدم أو وجودهم في يعني روضات أو حضانات ما فيها الخدمات اللي المفروض تحميها الدولة فيها. نعم. لأن هاي المستقبل كله في يدها الصغار بكرة. نعم. يمكن الحين العزيزة عشان وضع الكورونا مختلف تماما على أساس استقبال الأطفال أو استقبال مثلا إحنا مثل ما نقول الطفل، وعلى أساس أن تبناه كذكاء أو كأسلوب حياة كامل حلو يحمل هالهوية. بس أنا بالنسبة حق يمكن تشوف النور. وأنا أشوف كورونا ترى مفيدة. نعم. خلت الأهل يقعدوا مع عيالهم أكثر. نعم. يعني خلينا نشوف الإيجابيات لا نشوف كلها سلبيات. لا ما في إن شاء الله أن تكون سلبيات. الواحد كلمة أخيرة حابة توجهين المقبلات على مرحلة الأمومة. يعني صراحة هذا الموضوع المفروض أن كل واحدة تفرح أنها يكون عندها أو نعم. حامل، لأن أنت شايلة يعني شعلة ذكاء، المفروض أنها يكون تكونين سعيدة وتفرغين. نعم. يعني لازم تفرغ الرضاعة، اهتمي بالرضاعة، اهتمي بالغذاء الصحي. نعم. اهتمي ان انت تتكلمين اللغة الايه طيب. كلامك بعدين ايه طبعا العنف هذه ممنوع الكلام، لانه هو اصلا صفحة ذكاء بس بيستقبل كل اللي انت تحطينه. نعم. يعني الخوف والصوت العالي هذه نمنعها طبعا، نحاول قدر الامكان نحفظ قرآن. نعم. ونحببه في القرآن وشوف الإبداعات اللي نعم. بتطلع عند الطفل صحيح. طبعا صحيح. لما يكون يحفظ ذي. نعم، كل الشكر لك فايزة النعيمي مدرب معتمد في الإدارة. والله لكم الشكر ان سمحتوا لي، وانا اتمنى ان احنا نتطور بعد هالمرحله نتكلم على المراحل الثانيه ان شاء الله. لنا ان شاء الله قريب معك في اكيد مواضيع ثانيه ومفيده مثل هذا الموضوع. طيب وانتم لكم الشكر. كل الشكر. الحين نترككم مع بعض القرارات اللي حدثت في مثل هذا اليوم ولنا عوده. حدث في مثل هذا اليوم 21 من سبتمبر أيلول. في مثل هذا اليوم من عام 622 اكتملت الهجرة النبوية بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب التي سميت بعد وصوله بالمدينة المنورة، وفيما بعد اتخذت الهجرة النبوية بداية للتقويم الهجري بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد توليه الخلافة. وفي مثله من عام 1866 ولد الطبيب الفرنسي شارل نيكول الحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1928 لأبحاثه حول مرض التيفوس الوبائي، وقد أجراها في معهد باستور بتونس، وكان مديراً له من عام 1903 وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم من بعد الفاصل مشاهدينا الكرام مستمعينا، وصلنا الحين معاكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي والسؤال اليوم، شاركنا تجربتك حول إدارة الوقت. خلونا نشوف أول المشاركات. يتخلص الإنسان من ضغط العمل وبذلك يشعر بالسعادة والتفاؤل. أي نعم، أن في إدارة الوقت أكيد الإنسان يتخلص من الضغط، فبالتالي ما راح تكون عنده الفوضى العارمة اللي احنا نقول عنها الكركبة في مشاويره أو مشاريع المستقبلية. وضع الخطط والأهداف والالتزام بمدة زمنية لتنفيذها. نعم، وضع الخطط والأهداف أكيد لازم تكون من ضمن سلسلة سمارت باللغة الإنجليزية التي تعني وضع الأهداف بطريقة ذكية. الوقت كالسيف، إذا لم تقطعه قطعك. احترام الوقت من أهم الأولويات في حياتي. جدا جميل، احترام الوقت يؤدي إلى احترامه لك وبالتالي إنجاز الكثير في وقت قصير.
تغيير الروتين. نعم نوعا ما إدارة الوقت أكيد يتغير فيها روتين حياة الشخص. وإلى هاشتاغ اليوم والذي يتحدث عن الوقت، وأول تغريدة هي: كيف تبدع في إدارة الوقت؟ يلزمك 5 أساسيات: الترتيب المسبق لليوم، تنظيم المهام وفقا للأولوية، السير وفق هدف، التركيز والبعد عن المشتتات، وقت العمل، إكمال المهمة قبل الانتقال لغيرها. محمد هشام، كل الشكر لك أنك أدرجت هذا الوقت في 5 أساسيات تناسب مصلحتك الخاصة. من أساليب النجاح والتفوق في العمل هو إمكانية الشخص في إدارة الوقت والتخطيط للعمل، حيث يعتبر التخطيط المسبق ومهارة إدارة الوقت حجر الأساس للإنسان الناجح. فكلما كان احترام الوقت من أولويات الشخص إن النجاح كان حليفه، ولكن العديد من الأشخاص العاملين لا يدركون أهمية الوقت وتنظيمه. أخوي عمر قال إن من أساليب النجاح والتفوق في العمل هي إدارة واحترام الوقت. كل الشكر للوعي اللي احنا قاعدين نشوفه في هذه التغريدات والمشاركات. نظم وقتك، يمكن مليتوا من كثر ما تسمعون عن تنظيم الوقت وأهميته، ولكن فعلا تنظيم الوقت سلاح قوي جدا للنجاح. إذا عرفت تنظم وقتك صح بتتسهل عليك كثير أشياء. وحط في بالك كل وله طريقته، يعني لا تتقيد بطريقة أحد. سارة تقول أن كل له طريقته في هذا الوقت. أي نعم، متى ما ناسب مصلحتي الخاصة والعامة أكيد راح أوظف هذا الوقت الثمين لحل مشكلات، مش احنا مثل ما نقول مشكلات، لحل الفوضى اللي تكون موجودة في حياتي. الأخيرة من هاشتاغ الوقت يقول: أحمد، الوقت عظيم للإنسان، حتى الحيوانات والطيور والشجر لها مع الزمن قصة ورواية، وهو جوهر حياة الجميع، ومن منا لم يسمع عن الزمن وأهميته. المؤلم حقا بأن تكون هذه الحكاية تمر على مسامعنا كالسراب، نراه دون أن نرتوي، أي بأننا نعلم بأهميته ولكن دون أن نعطي قيمته ونقدسه. لم شو يقول المثل: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. متابعينا الكرام، معروف أن استثمار الوقت وإنفاقه بحكمة يساعد في تحقيق النجاح على كل المستويات، سواء المستوى الأكاديمي والمهني والشخصي. لكن ما هي آلية تطبيق هذه المهارة الضرورية؟ في هذا التقرير تحديداً لعدد من الأفكار المساعدة على اكتساب مهارات إدارة الوقت بفعالية. خلونا نتابع. يمكن لمهارة إدارة الوقت أن تسهم في تحسين الحياة المهنية وإتمام المهام المختلفة في الوقت المحدد، كما يمكن لها أن تعمل على توسيع مساحة الإبداع والاستباقية في العمل. وتتطلب مهارة إدارة الوقت الجزئيات التالية: التنظيم، من خلال معرفة ما أنت بحاجة إلى إكماله وتدوين ملاحظات مفصلة ودقيقة. تحديد الأهداف، ويسهم في فهم الهدف النهائي بوضوح، فتحديد الأهداف القصيرة وطويلة المدى سيوفر جهداً كبيراً. الاتصالات، وهي ما تسمح بتفويض المهام والتركيز على إكمال المهام الأكثر أهمية. التخطيط، وهو جزء أساسي من إدارة الوقت، ويدعم الالتزام بالجدول الزمني. إدارة الإجهاد، عن طريق تضمين فترات راحة قصيرة على مدار اليوم، أو بمكافأة نفسك بطرق صغيرة أثناء إنجاز المهمة. ترتيب الأولويات، من خلال عمل قوائم مهام من أكثر إلحاحاً أو من السهل إنجازها بسرعة. وعليه فإن التحكم في إدارة الوقت مهارة ضرورية وملحة، كونها تجنب إهدار الوقت وتقلل من مستوى الإجهاد، وتسهم في تمكين الإنجاز أكثر وتحسين مستوى الحياة بشكل عام. حلقتنا لليوم مليئة بالإنجازات، بالبحوث، بالاكتشافات،
فازت الطالبتان شيماء عبد الله وهند البعينين المنتسبتان لبرنامج تطوير مهارات البحث العلمي بمركز قطر للعلماء الشباب بالميدالية الفضية على مستوى الجامعة في مسابقة الاختراع الدولية للعلماء المسلمين الشباب اللي أقامت في 2021 في أندونيسيا. يسعدنا أن ينضمون إلينا عبر زوم كل من هند وشمة. صبحكم الله بالخير خواتي العزيزات. في البداية هند عطينا فكرة عن مشروعكم. هو جهاز اسمه الكراد الارم يقيس المسافة الآمنة بين شخص وشخص آخر من خلال كورونا. نعم شمة، كلمينا عن الدوافع اللي دفعتكم إلى هذا الاختراع. لاحظنا أن الطلاب بالمدارس ينسون في السوشيال ديستانسينج، فاخترعنا هاي الاختراع واللي يطلع صوت لما تقربين من أحد، وما نسينا أخواننا الصم اللي إذا لبسوه بيتهزهز إذا قربوا من أحد. انزين شيماء، ممكن تنزلين شوي بس الكمام على اساس ان احنا ننتبه حق صوتك اكثر، لان الكمام يسوي نوع من الصدى او من نوع كتم الصوت. تم تكريمكم شمة وهند من قبل وزير التعليم والتعليم العالي، كلمونا عن شعوركم اثناء هذا التكريم. كنا سعيدين لانه كرمنا، وكنت يعني سعيدة لأني رفعت اسم بلادي قطر. نعم، أما هند شنو شعورك؟ أنا شمع، شعوري كنت فخورة بنفسي وكنت مستانسة لأن وصلنا في هالمرحلة ونجحنا في هالمشروع. نعم، ساهمتي في الساعة لكبار السن، كلمونا شوي عنها. شمة، أنا اللي سويتها هند. تفضلي السؤال لك وبعدين حق هند. هي ساعة حق الناس اللي يعني كبار السن، سويتها عشان الناس يعني مثلا كبار السن يطلعوا من بيتهم يضيعون مكانهم، وهي ساعة مشبوكة في تطبيق في التليفون فبيبين اللوكيشن حق الناس يعني مثلا عيالهم، فبيبين لهم وين هم راحوا عشان يعني يبون يسوونهم يروحون عندهم على طول. أكيد عائلاتكم لهم دور في المساهمة في تشجيعكم، كلمونا عن هاي الدور. أحب أشكر أمي وأبوي، طبعا أمي ساعدتني وودتني جامعة قطر لحضور الورش، وأبوي ساعدني في الأفكار والهاي. نعم شمة، دور العائلة في تشجيعك للحصول على مثل هذه الجائزة. أشكر أمي وأبوي لأن بدونهم ما كنت أقدر أسوي هاي الشيء، لأنهم ودانا المدرسة وخلانا نصور وبعدين ودانا جامعة عشان نركب ونخترع. نعم شمة، وين تشوفين اختراعكم بعد 5 سنين من الحين؟ بكون في الابتدائية وإن شاء الله نكمل هالاختراعات وأبي أكون مهندسة لما أكبر. نعم هند، وين تشوفين اختراعك عقب 5 سنين من الحين؟ أنا أبي اخترع اختراعات أكثر، وأبي أرفع اسم بلادي وأبي أمثل المملكة القطرية وأحقق رؤية 2030 وبس. كل الشكر لك هند البعينين والطالبة شيماء عبد الله، مخترعتان حصلتان على الفضية في مسابقة العلماء المسلمين. تزامنا مع اليوم العالمي للزهايمر واللي صادف اليوم، يعتبر مرض الزهايمر مهدد قوي للصحة العامة في الصين، نشاهد التفاصيل معاكم. مع 10 ملايين مريض وأقل من 200 سرير متوفر لهم في المراكز المتخصصة، تسجل الصين ربع حالات الزهايمر المشخصة في العالم
رازحة تحت وطأة مرض ينتشر بوتيرة سريعة في أوساط سكان يتقدمون في السن. وفي ظل الازدياد السريع لأعداد المسنين في البلد، من المرتقب أن يرتفع عدد مرضى ألزهايمر 4 مرات ليصل إلى 40 مليونا بحلول 2050 بحسب دراسة صادرة عن كلية لندن للنظافة الصحية والطب المداري. 其实阿尔兹海默症这些老人患者，他可能还比如说有一些心理上的沟通，一些情绪上的安抚，其实这些呢，就是现在呢欠缺的这些事儿。 وللنزوح الريفي دور أيضا في هذا السياق، فملايين الأشخاص الكبار في السن المعرضين لخطر الإصابة يجدون أنفسهم وحيدين في الريف من دون أحد من أولادهم للعناية بهم. وقد ضل الموسيقي تشينشا وهو طريقه مرة أولى طوال يومين تقريبا، وعثرت عليه الشرطة وهو يحاول اقتحام منزل آخر. وأعلنت الحكومة العام الماضي عن خطة عمل في مجال الصحة للعام 2030 تنوي من خلالها تعميم تشخيص المرض على مستوى الأحياء السكنية، لكن البرنامج لا يتضمن أي معلومات عن إنشاء مراكز صحية متخصصة أو توفير تدريب خاص للأطباء. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، كان هذا كل ما في جعبتنا لحلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الصباح رباح. نتمنى أن نكون وفقنا لاختيارنا هذه المواضيع، ونتمنى أنها تنال على إعجابكم. وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة وتفاعلكم مع سؤال حلقتنا. وسؤال حلقة بكرة بإذن الواحد الأحد راح يكون: كيف أساعد طفلي على الاندماج في حضانته أو روضته؟ نشوفكم بكرة على خير بمواضيع وفقرات متنوعة من برنامجكم الصباح رباح. في أمان الله.